السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شلونكم شباب؟ شو اخباركم؟ طبعا اليوم قلت بسوي الليت اوريدي هيزي شوي، قلت بجرب رابين كومباوند بس بروحه، فبشوف يضبط ولا ما يضبط. في شو اسمه هيزي شوي، فقلت نجرب فيه مو مشكلة. فناخذ شوي حطه هني، طبعا لازم تكون خرجة نظيفة، نسوي فيها رابينج. يعني بسوي فيها دقيقة كذي وبعدين برجع لكم. طبعا مثل ما تلاحظون ما اشوف ذاك الفرق الزود عن هني، يعني ما اتصور اذا شو اسمه اذا سويت ساندينج ب2000 او 1500 بعدين رابن كومباوند بكون احسن.